نهائي مبكر صح، نهائي مبكر برشلونه وبايرن ميونخ. الحقيقه هو نهائي مبكر والمرشح الاقوى طبعا هو بايرن ميونخ، بس الحاجه الوحيده اللي انا بحاول احط امل عليها كمشجعه لبرشلونه، والموضوع ده باخده على قلبي قوي يا احمد، انه هو ماتش اللي هي الماني تورمنت، نظام الماتش الواحد. والحقيقه انه نظام الماتش الواحد اثبت على يعني فترات كبيره ان هو ساعات بيبقى في مصلحه الفريق الاضعف. وللاسف بقولها بصراحه ان الفريق الاضعف في كل اللي موجودين على الورق هو برشلونه. ليه؟ في مشاكل كتير يا احمد. يعني لو جيت اتكلم على المدرب، مدرب الحقيقه مسك في نص الموسم، من الواضح ان مفيش اي ثقه بينه وبين اللعيبه، ممكن يكون عشان اللي حصل، ممكن يكون عشان الليجا، مش عارف يفرض سيطرته على اللعيبه، مش عارف يحط تكتيكه. يعني انا مش عايزه اقول انه كرسي يعني كرسي مدرب في برشلونه ممكن يكون هو برشلونه اعلى من المدرب ده، بس خدي بالك دي حاجه. خليني اقول لك الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه انه لعيبه برشلونه بتكبر في السن قوي، يعني اللياقه البدنيه مش اقوى حاجه. لو جيت اقارن بين لعيبه برشلونه ولعيبه بايرن ميونخ ولعيبه باريس سان جيرمان، برده برشلونه مش هيكون افضل حاجه. انت بتتكلم في غيابات برده موجوده كتير، يعني كل ده بيأثر. الحاجه الوحيده اللي هحط عليها امل هو ميسي. انا هنا شايفه ان بايرن ميونخ هيبقى بيلعب ميسي، وده بقى فكره الماتش الواحد، ده اللي بحط عليه امل، انه الماتش الواحد ممكن تخطف جون جونين فخلاص الماتش يخلص، مش ذهاب وإياب. انت شفت السنه كان ايه الريمونتادا بتاع روما؟ كان روما صح الريمونتادا بتاعت روما مع برشلونه وليفربول وبي اس جي، وليفربول برده السنه اللي فاتت بي اس جي، البارسا هو اللي عمل الريمونتادا. الذهاب والاياب خلاص برشلونه كده مش هينفع. خلاص انا شايفه انه الكفه مايله لصالح البايرن. طبعا برشلونه من المرشحين اللي يعني الخمسه اللي موجودين هو اضعف واحد. أوكي. للاسف على الورق. بس انا بقول ده وانا متضايقه، بس ما ننساش انه برشلونه عنده حافز كبير جدا، وهو انه خرج بدون الليجا السنه دي، لازم يصالح جمهوره، لازم يصالحني لازم يصالح جمهوره، ولازم يخرج ببطوله، فبالتالي ده